بصراحة حاجة جميلة جدا، ومجلس محترم ومجلس جميل، وحاجة بصراحة يعني مش شايف أي حاجة تعيب هذا المجلس، ولا شايف أي حاجة لغاية دلوقتي تتاخد على المجلس سلبيا. وانتوا عارفين كلكم، انتوا بتدخلوا عندي على صفحتي على الفيسبوك وبنتكلم وبنرد على أي حاجة. أنا عايز بس حاجة واحدة، بس حد يقول لي حاجة واحدة بس في حق اللي حصل الفترة اللي فاتت. واحنا بنتكلم وبنتكلم بمنتهى الصراحة وبنتكلم بمنتهى الوضوح، لكن ما ينفعش طبعا نتكلم على الملأ. مجلس كله كبير وكله يشرف ويرقصه كابتن محمود خطيب، اللي هفضل اتكلم عليه لغاية لما الدنيا ان شاء الله ترجع تاني. زي ما قال عمر مدير الفني، الجماهير يا عمر نظرتها اختلفت في المدير الفني دلوقتي. الاهلي بياخد بطولات، كده كده بياخد بطولات، الجماهير زهقت من البطولات طبعا ما شاء الله. يعني عندنا من البطولات ما يكفينا ل 20 سنه. وانا قبل كده قلت لكم وبكرر وبعيد، اللي عايز يجيبنا هيقعد 20 سنه ياخد بطولات، والاهلي هيقعد 20 سنه ما ياخدش بطولات، اللي عايز يحصلنا. فالموضوع مش بطولات، الموضوع يا عمر الجماهير دلوقتي بتدور على حد يطور اداء اللعيبه، لان طبعا الفكر الكروي للجمهور اختلف عن قبل كده. قبل كده كنا السادات وبنروح نملى وعايزين كاس ونشوف دوري، لكن خلاص ما شاء الله ما شاء الله دولاب الاهلي مليان وعامر دايما بطولات، دوري، كاس افريقيا، سوبر، يعني ما شاء الله. يعني ناقص بس كاس عالم الانديه، وان شاء الله الاهلي يروح السنه دي ان شاء الله لبطوله كاس العالم للانديه، ان شاء الله يعمل مركز كويس. لكن الجماهير دلوقتي بتدور على مدير فني يعمل طفره فنيه في الشكل للنادي الاهلي، مش اكتر ولا اقل. لكن الجماهير متعوده على البطولات، النادي الاهلي متعود على البطولات. الاهلي لو لعب، مع احترامي طبعا المدربين كلهم كبار، لكن الاهلي لو لعب من غير مدربين هياخد بطولات، هياخد بطولات. لو اي 11 لاعب اهلاوي نزل بالفانيلا الحمراء هياخد بطولات. لكن احنا عايزين حد يطور، حد ينقلنا نقله فنيه، مع احترامي طبعا برضو للي فات كله عمل اللي عليه وزياده كمان، لكن الجماهير ده بتدور على ده. فما تضغطوش على حد، انتوا عارفين انا قلت لكم السوشيال ميديا كتير جدا، السوشيال ميديا كتير جدا، والمواقع كتير جدا، والكلام كتير جدا. مش عايز اتكلم على الكلام بصراحه، وعلى الناس الكبيره بتطلع تتكلم، والناس الكبيره اللي بتنساق دلوقتي ورا حاجات اساسا بعيد عننا خالص، وبعيد عننا خالص، ومش هتنول من النادي الاهلي في اي حاجه، ولا هتمثله شعرايه اساسا في اي حاجه. لكن ما تضغطوش على اي حاجه، ان شاء الله كله هيجي بالراحه وبالعقل وبالهدوء. بندور على مدير فني يكون كويس يليق باسم النادي الاهلي، يطور النادي الاهلي.